يعلن الديوان الملكي أن فخامة الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة سيصل إلى البلاد يوم غد الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي في زيارة لمملكة البحرين يجري خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تتناول علاقات التعاون والصداقه التاريخيه الوثيقه القائمه بين البلدين الصديقين بالاضافه الى اخر التطورات على الساحتين الاقليميه والدوليه ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبه ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لفخامته طيب الاقامه في مملكه البحرين